واخيرا دخلنا المطار بعد انتظار تقريبا ربع ساعة. درجة حرارة سالب 12 اتجمدنا تجمد. سالب 12 لموجه 13. والله كاين قاعدين في الجحيم احنا فوق كل اليوم. هسه لازم ندور لنا مطعم ناكل فيه. عندنا ترانزيت 7 ساعات فبدنا نوصل السنتر ناكل نتغدى. تجمعش تحكي عن حالك انت ومصاحبك. جماعة الخير هذا البني ادم اللي وراي قسما بالله العظيم يعني ايش اقول لكم لا يوصل. ننزل على سنتر المدينة نتغدى. سيام المدينة حلوة كثير وجوها حلو زي ما انتم شايفين لابس بلوزة نص كم سبحان الله. يعني مجرد رحلة بالطيارة 3 ساعات من داليان لشيام يتغير الجو كليا من 12 سالب ل 13 موجب سبحان الله. الجو بجنن بجنن. فيها ورد وفيها زهور فيها بحر واحلى طيور. فينا وصلنا شارع جون شارلو ندور على مطعم ولع سيجاره انا وايمن لابس نص وحياتنا استكالوز. شباب الدليان مشتاقين جدا للشمس محرومين من الشمس. كله ماركات ملابس نظارات. لحد الان ما شفنا ولا مطعم الا شويه مطاعم صينيه. واخيرا لقينا مطعم اسلامي صيني او مطعم صغير ما شفناه حتى صغير كثير. بسم الله الرحمن الرحيم ونحن الآن أمام شارع أكل صيني شعبي. شارع فهمي بيك. فهمي بيك. شارع فهمي من غير بيك. الشيخ على اليمين. شو الزاوية؟ من العالم دي بتاكل أي حاجة من الزدعوة. طلعوك من الفريزر قلاية زيت مع البطاطا. جزر موصلة كلياتها بجسور. أنا شخصيا سميتها مدينة الجسور. هاي درجات للإيجار عن طريق دفع عن طريق الويتشات وكهربائية حلوة بس ما معي فلوس على الويتشات صار وضايل تقريبا 3 ساعات ونص لطيارتنا فبدنا نروح على المكان الحلو هذا اللي بيكشف الضفة الثانية نصور صورة حلوة هيك وناخذ تاكسي ونطلع المطار دغري. احنا من شوي كنا هناك معروف هذا ستار باكس كنا كشفين المنطقة كلها فقررنا نجي على الضفة الثانية ناخذ لنا كم صورة بالمكان الحلو هذا ونطلع المطار. صراحة بيستحق. أنا مش متخيل المنظر هذا مع الغروب هيكون بجنن بجنن كثير. أجيال السلام.